حلو. بس السؤال اللي بعده، الأغلب يأخذ الناس شماعة لأخطائه. كيف؟ شلون؟ الأغلب يأخذ الناس شماعة لأخطائه. يعني شنو يعني؟ شماعة يعني سبب يعني في حال ان اتفقنا كلنا ابى اشرح لكم في مثال سبب يعني جيت انا وقلت يعني تقول عشان فلان انا سويت كذا عشان قلت تعالوا خلنا العب فيدي خلت حاذف فيها طاحت وانكسرت خطا اجي احط اللوم يجي ولدي يحط اللوم علي عزيزي اللي قال كذا ما هو انا فهي حط الخطا كله علي فانا صرت شماعة للخطا اللي صار بيننا كلنا هل الاغلب ياخذ الخطا شماعة هل الأغلب يأخذ الناس شماعة على أخطائه ما يطلع نفسه من الخطأ أغلب الناس نواف تختلف إيه نعم إن الأغلب ما يأخذ الناس شماعة على أخطائه صحيح على أي أساس شلون قست الشيء ذا صادق ها أقول صادق ولا ما قلت شيء ها خلص أقول على أي أساس قست الشيء ذا إن الناس أو الأغلب يأخذ الناس شماعة على أخطائه والله اني ماني بصوبك اهوجس والله راح كذا بس بيض الله وجهه تأدية واجب على قولتهم أدي الواجب وش لازم نتفاهم معك ما قصرت السؤال الأخير ويا ليت تجاوبون بصدق وعقلانية أنا ملاحظ ترى فيه بعض الأجوبة اللي أنا شفتها شباب بلا صوت